سارة، سارة بترجاكي لا تموتي، قومي سارة، يلا فيقي، اوعك تموتي سارة، سارة سارة. انت اللي موتها، انت اللي موتها. وقف، يلا قوم قوم. عم تعذب حالك على الفاضي وانت رح تموت كمان مثلها. يلا اسكت وامشي، امشي ولك، يلا امشي، حرك، عود هون. لا تتحرك من محلك. عم تعذب حالك على الفاضي يا بطل. قولي شو ما بدك. شكرا خانم، بس أنا رأيي سارة وسليم مالن واعين بمصيبة، نحن أكلين همّن وهنّن بيكونوا قاعدين مبسوطين مع بعض. شو هالكلام هاد ميرال؟ لو مثل ما عم بتقولي مبسوط، معقول يخلينا نقلق عليها هالقد؟ كأنك نسيتي مصيبة دلال يلي اسمه رستم إجا لعنا وصار يهدد سليم وكان رح يقتله. نحن شو بيعرفنا إنه هلأ ما يكون رجع طلع موضوع دلال مرة تانية ونكون قاعدين هون وما حدا فينا عارفان إنه سليم واقع بمصيبة؟ إذا مثل ما عم تقولي إنه راكد ورا واحد من طلابه كنا درينا بشي طريقة. خالتي بنتي، أنا ما بعرف أنتي ليش عم تفكري هيك. بلكي حبسوا سليم شي مكان هلأ وبلكي أخدين تليفون منه. بهيك وضع هو كيف بده يخبرنا؟ يلا فهميني، قاعدين عم تحكوا وعم تتهموا الشاب وتألفوا قصص بدون ما تعرفوا وضعه بنوب. طيب شكرا خانو، لنفترض إنه هذا الكلام صح وسليم واقع بشي مصيبة، هاي فهمناها. طيب هي المرة يلي اسمها سارة شو بتكون عم تساوي معه؟ مو شغلتها تعمل شاي وسندويش ببوفيه المدرسة؟ فهميني هي شو العلاقة بالطلاب؟ إذا بتهرب على آخر الدنيا رح لاقيك يا أستاذ. سارة، سارة لا تموتي يا سارة، سارة سارة بترجاكي، سارة 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 بترجاكي لا تموتي. سارة لا تروحي وتتركي علي، سارة لا تتركيني بترجاكي، دخيلك ساعدني يا ربي. سارة بترجاكي فيقي، يلا قومي سارة، سارة سارة لا تتركي لعلي، لا تتركيني أنا هون. سارة بترجاكي يا الله. ساعدني يا رب، ساعدني. يا الله دخيلك يا الله. ساعدني يا ربي، ساعدني، ساعدني يا رب. دخيلك يا ربي ساعدني.
سارة؟ أنت منيحة؟ الله رحمنا برحمته. آلي، الرصاصة عملت جرح صغير وأنت أغمى عليكي. ألف الحمد لله. الحمد لله. أنت منيحة؟ فيكي تمشي؟ علي ابني. علي منيح. يلا أمي. ابني. أمي خلينا نهرب بسرعة بسرعة. أنا ما بقدر إجي هلأ، ما إجانا خبر عن سارة بنوب وعلي ما رجع. والله ما بعرف. لا هلأ ما فيني إجي أبداً، بس لحتى يجي علي أنا فوراً بحاكيكم. طيب منحكي بعدين. علي شو صار؟ في خبر عنهم شي؟ حبيبي شو صار؟ لا تخوفني. يلا حكي لي بقى. دورنا عليهم بكل مكان مو مبينين، ما كنا نلاقيهم. أمي أكيد صاير معها شيء ما له منيح، وإلا كانت اتصلت وخبرت، لأنه أمي ما بيهون عليها قلق. أمي ما بتروح مثل أبي بدون ما تقول. علي صدقني أكيد أمك بخير، لا تخاف. الله يوفقك، انت قيم الافكار السيئه هي. هي اكيد بعد شوي بتجي، رح تزعل منك اذا لقتك بهي الحاله. علي تزعل خالي هاجر، بس ترجع لعندي، بس تجي وتساوي اللي بدها اياه، حتى لو قتلتني ما لها فارقه معي. ما بدي امي يصير لها شي خالي هاجر، انا ما فيني اعيش من دونها. سارة خانم بسرعة، يلا اركدي اركدي، يلا يلا قومي، استعجلي شوي. هدول لاحقيننا يا سارة، يلا استعجلي، يلا اركدي بسرعة. ولك وينك يا غبي؟ ولك هذا الأستاذ ربطني، حاولت كتير إني فك حالي بس بالزور لحتى قدرت. بسرعة قبل ما يكونوا بعدوا من هون. من أي جهة راحوا؟ راحوا من هون وأكيد ما بيكونوا بعدوا، استعجل. ما في اشي بس مفكوشة شوي. سارة حتى لو ما في اشي بس ممكن يكون فيها فكش خطير، بس بالاول قليلي بتقدري تقومي وتكملي؟ ايه بقدر اقوم. لكن يلا ليكن هنيك، عم يهربوا. يلا اركدي سارة. استاذ سليم لازم نموتهم قبل ما يطلعوا على الطريق الرئيسي، استعجل يلا. يلا سارة يلا من هون. روح استاذ اتركني، احسن ما يمسكونا نحن الاثنين، اذا مسكونا ما بنقدر ننقذ رأفت. لا يا سارة ما راح اتركك.
انت كمان مالك منيح وانا هيك رح اخرك. بترجاك روح استاذ سليم. لا ما رح نكمل ونطلع الا سوا يا سارة. بقيان شوي وصلنا على الطريق الرئيسي. يلا رح ننفض منه. يلا استعجلي شوي. ما لازم يهربوا منا والا سونار بموتنا. سارة يلا بسرعة تحملي شوي وصلنا بسرعة. يلا يا سارة تحملي. يا ربي. وقف 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 كرمال الله. وقف رجلك. وقف استنى. وقف عمل لك. وقف سارة. هذا رجع. يلا سارة يلا يلا يلا. كرمال الله ساعدنا. لك شو عم تعملوا؟ رح تموتوا حالكم. في ناس لاحقيننا وبدهم يموتونا. بترجاك طالعنا. يلا شو عم تستنى؟ رح يوصلوا. يلا اطلعوا. اطلعي سارة يلا. يلا امشي. نفذوا. شوفي قديش صارت الساعة وما في خبر عنهم. يعني لسه قديش بدكم تستنوا لتعرفوا انه معي حق باللي عم بقوله؟ حاخد هدول على المطبخ. خلص امي بكفي. شو بدك تضلي عم تعيدي نفس الاسطوانه؟ هالحكي ما في فايده بنوب. يعني هي زعلانه منه وما هيك عم تستنى رجعته؟ ايه وشو يعني؟ اذا هي زعلانه مشان ابنها انا زعلانه مشانك اسيل. بدك يعني اكل همها أكتر منك؟ كان لازم سليم يفكر بامه قبل ما يروح مع الست ساره. عن جد مسكينه هالمره، حاطه الزعل وقاعده وخايفه انه يكون صاير لابنها شي. ليش عم تعملي هيك؟ بهالحكي تبعك ما عم تجرحي خالتي، بس انتي عم تجرحيني إلي كمان. طبعاً لأنه انتي ما بيهمك حدا ولا حدا بتهمك مشاعر ولا في إله أي قيمة بنوب عندك. وشو بدك ياني ساوي أسيل؟ بدك ياني كذب مشان واسيكي؟ ولا بدك ياني يصير بوشين مثلكن انتو الاثنين؟ فيكي تسكتي شوي بس؟ أنا ما بدي شي غير إنه يلي صار يكون له تفسير منطقي لحتى تهدى ناري. شو مستكتر علي إنه ارتاح أمي؟ أمي ما بقى عندي غير أمل صغير ومو حابة يضيع أبداً. وهالأمل الصغير هو رجعة سليم إلي مثل الأول. ما بدي شي غير يتحقق هالحلم. طيب بنتي بعتذر منك، بس أنا من زعلي حكيت بهي الطريقة. صبري شوي تاني ميران، لحتى تاخدي حقك من الأملاك لازم تبيني إنك عم تدعميها، وبعدين بتصيري حرة. الله يسلم إيديك ووفقك يا أخي. ليش وقفت؟ يعني بلكي عاملي لكم شي مصيبة. بترجاكم انزلوا، ما بدي أقع بمصيبة. يا أخي أنا أستاذ بالمدرسة وفي طالب عندي واقع بمشكلة، ولما كنا عم ننقذه هدول صاروا يلحقونا. بترجاك بس خدنا على الشرطة لحتى نخبرهم. خلينا نروح أول على المشفى حتى نشوف جرحك شو وضعه. يا سارة بالأول منروح على الشرطة ومنخبرهم بالحادثة، ما بصير نتأخر على غمزة ورأفت. لو كنا عاملين مشكلة كنا منقلة خدنا على المخفر. طيب يلا خدنا على الشرطة حتى نخبرهم. طيب ليكو هذا هو البيت، أنا رح غير أوعيه وأرجع. وقف أنا جاي معك. شكراً غمزة، يعني بدك تتركيني لحالي؟ بس الجو كتير بارد. صح لا تواخذني، الحق علي أنا. تفضلوا نفوت لجوا لأنه هون برد. ما في مشكلة، معقول نتجمد من البرد بهالدقيقتين؟ يلا روح خلص شغلك وتعال. طيب ما رح طول. تعالي نستناني. أنا
خسرت سليم على الآخر، يعني ما عاد في عندي أمل أرجع له بنوب. سارة طلعت من أسبوعين وعم تشتغل ببوفيه المدرسة، أكيد بيكونوا هلأ تقربوا من بعض بهالفترة، يا أما هنن أصلاً قريبين لأنه ما سألوا عن أي حدا فينا وراحوا مع بعضهم، مع أنه أنا عملت المستحيل حتى سليم يكتب لي شهر، بس هذا طلع حلم. لا تبكي بنتي، شدي حيلك، انت بهالفتره ما لازم تضعفي قدام حدا، وطالما زعلوكي كل هالقد لازم نحن كمان نحرق قلبهم، وما رح نخليهم ينفذوا من دون حساب. ليش شو عاد فينا نعمل؟ سارة اخذت سليم مني واللعبه خلصت هلا وانا خسرت. سارة خانو، طالما اخذت يلي بتحبيه نحن كمان رح ناخذ منها اكثر شيء بتحبه بالدنيا، علي. هو الشخص الوحيد يلي سارة ما بتتخيل انه يتأذى، لازم نروح لعنده ونحكي له أمه شو عم تعمل، لازم نقول له أنه هي بتحبه للسيد سليم، وأنه هي اشتغلت بالبوفيه أصلاً بس مشان تضل جنبه وما تبعد عنه، وهيك منكون ضربنا أكتر نقطة حساسة عن سارة. تذكري منيح، بكفي نهدد سارة ونقول لها أنه ابنها رح يسمع هالحكي، كلامي مفهوم؟ وضلت مصرة تبقى هون. بهالحالة إذا علي عرف أنه هذا الحكي مزبوط شو بيصير برأيك؟ ساعتها ما رح يسامحها أبداً، ويمكن يرجع على بلده كمان، وهيك سارة رح تروح وراه. تماماً، ونحن هيك منخلي ابنها هو يحاسبها، وهيك الموضوع بيكون خلص. خلينا نروح لكن يلا. بنتي خير؟ انتوا لوين بدكن تروحوا؟ والله أسيل تعبت كتير، شكراً خانم، رح نروح على البيت، بس تصحصح وترتاح وتغير أوعية رح ترجع لعندك. طيب ماشي. هاي أمي؟ لا، هاي قرايبتي، هلأ برجع. شبك انتي؟ صار لي فترة عم دقلك وما عم تردي، ليش لليوم لاتصلتي؟ بلا جنان. واسمعيني يا هاجر، قال سارة مو مبينة مزبوط مو؟ ايه صح، مبسوطة هلأ صار مثل ما بتكون. الله أعلم شو بيكون صاير مع رفيقتي. شو؟ شو صارت سارة رفيقتك من أول وجديد؟ بوران لا بقى تلعبي معي هيك لعبة، يلا حكيلي لشوف أختي وينها. أختك منيحة؟ ماني مصدق ابنه، بلكي حكيك مانو مزبوط، بلكي كنتي تاركتيها تموت بالمشفى. حابة تسمعي صوتها يعني؟ ليش هي جنبك؟ يلا سمعيني صوتها الله يخليكي، والله قلبي نار عليها. ايه اختك جنبي، قبل شوي اخذت الدواء تبعها ونايمة هلا. ايه اذا عملتي يلي بقلك عليه فرح اتصل فيكي وهي فايقة، وبخليكي تسمعي صوتها الحلو. معلش. طيب انتي شو بدك مني اكتر؟ انا خنت اقرب رفيقة الي مشانك، مشان الله شو بدك مني؟ بتقولي لعلي انه يرجع لهون وبسرعة. كيف؟ لا تكوني خاطفتيها لسارة. انا ما بعرف سارة لأي جهنم راحت، مفهوم؟ ولا بيهمني هالشي، بس اذا انتي قلتي هلأ لعلي انه امه موجودة هون فساعتها رح يجي ركض. عم تفهمي هاجر؟ تعملي يلي قلته اذا كنتي حابة تسمعي صوت اختك. رأفت لوين رايح؟ جاوبني. عندي شغل. ومبارح بالليل وين كنت؟ اتصلت فيك ما رديت علي. خالي سارة مختفية بتعرف؟ بدل ما توقف مع علي قاعد عم تتفتل هون وهون. خالي سارة مختفية؟ كيف يعني؟ اختفت ومو مبينة، كانت آخر شي مع الأستاذ سليم وبعدها ما حدا سمع عنهم شي. لا تخافي عليها إذا مع الأستاذ سليم، يلا أنا رايح. رأفت ما رح تطلع قبل ما تقلي لوين رايح. لقيت شغل عن طريق رفقاتي، رح سافر وطلع مصاري وتعلم انجليزي، وهلأ رايح لأنه عندي مقابلة لازم روح. وين هالمقابلة بقى؟ بالجزيرة.
يلا رح أتأخر على الباخرة. لحظة بالله، شو هاي الشغلة؟ ما فهمت عليك. راوية الباخرة رح تمشي على 12، تركيني رح أتأخر. يا الله على القصة. لك اشرح لي القصة مثل العالم. وينه لهلا؟ أيوة، هدول الأغبياء ضيعوا الرجال والمرايا اللي كانوا لاحين رأفت. كيف؟ طيب شو بدنا نعمل هلأ؟ نلغي الموضوع؟ لا، رح نكمل كل شيء مثل ما خططنا لبين ما الأستاذ يحس منكون نفذنا العملية وخلصنا. طيب طيب، رح نستنى الأمانة بحديقة الشايلكة. مفهوم. رأفت، أنا لازم أقول لك شغلة مهمة كتير. شو بدك تقولي؟ تمام، قال لسه عنا وقت، رح نروح نقعد بجنينة الشاي القريبة من الساحل. يلا تفضلوا. ما فهمنا الموضوع حضرة الضابط، يعني هدول الناس خطيرين وممكن يموتوا أي حدا بدون ما يرفلون جفن، وأنا كتير قلقان على الطلاب. لازم نعمل شي يا حضرة الضابط. سيدي، أنا لهلأ ما خبرته لابني، بيكون خايف علي، فمن بعد إذنك ممكن أحكي معه؟ بس لحتى ناخد أقوالكم فيكن تعملوا يلي بدكن إياه. ممكن توصفونا بالضبط المكان اللي حبسوكم فيه؟ طبعاً، هو على طريق شليق بمفرق عمرلي، والمكان بمزرعة. اسمعيني امي، بلا ما نقله ياها لعلي هيك دغري، ماشي؟ لأنه هيك رح يفكر إنه عم نكذب عليه وما رح نخلص من لسانه. شو بدك تعلميني شغلي يعني؟ لا تاكلي هم، رح نحاول نمرق له القصة شوي شوي، بحس إنه ما يقدر يرد علينا، وبنغسل له هالمخ الصغير وكأنه هالسيرة انفتحت بدون قصد، وبس نلاقي الفرصة المناسبة منزت له الكلمة. إيه منيح. آخ آخ، أكيد بيكونوا عم يخططوا من زمان للشيء اللي عملوه. يا أختي، ايه والله انا لهلأ ما عم صدق، شو هالجرأة هاي؟ ما في دخان بلا نار، وجدودنا ما حكوا شي ابدا من فراغ. يا ستي زنبون برقبتهم، بس هالعملة اللي عملوها ما حلوة ابدا. طولي بالك، اذا اليوم كمان ما درينا بشي معناتها القصة هيك ما فيها خير ابدا. السلام عليكم يا ستات. إذا عندكن شاي تازة منشرب. طبعاً شيخي، بس دقيقة. السيد رجائي، شو رأيك أنت كمان تشرب لك كاسة شاي؟ أنا بظن أنه بده، فياريت تساوله كاسة إذا ما في عذاب. تفضل. بصراحة خطرت ببالي الحادثة اللي صارت مع أمنا عائشة. سيدنا محمد وأصحابه كانوا راجعين من الغزوة، والقافلة كانت موجودة فيها أمنا عائشة، وفوق جملة كان في شيء اسمه هودج، وهو غرفة صغيرة بتشبه الكوخ تقريبا. قعدوا لحتى يستريحوا، قامت ستنا عائشة نزلت وبعدت عنه لتقضي حاجة،
ولما رجعت لاحظت انه الطوق مانو موجود، ورجعت تدور عليه بالمكان يلي راحت له. واثناء انشغالها بهالشي قام القافله مشيت، وستنا عائشه ضلت هنيك، وضلت قاعده عم تستنى على امل انهم يلاحظوا غيابها. وبعد هيك في واحد من الصحابه اسمه صفوان رضي الله عنه، مشان يتاكد انه ما نسوا شي من القافله، رجع لهداك المحل وبالصدفه شاف ستنا عائشه هنيك، وساعدها وخلاها تطلع على الجمل، وبعدها رجعوا سوا على المدينه. المنافقين وبعض الناس اللي كانوا يدعوا انه هنن مع المسلمين افتروا عليهم وصاروا يحكوا عليهم شغلات سيئه. ولما الناس كلها صاروا يحكوا عنهم، نزلت آية لتبرئ ستنا عائشة من هذا الموضوع بسورة النور الآية 11. معناها أنه لما سمعوا المؤمنين والمؤمنات الحكي يلي انقال، صاروا يقولوا أنه هذا إثم عظيم، بس القرآن قال لهم هالحكي ما بيصير ولازم يكون في 4 شهود عليهم، وإلا هذا الشيء اللي قالوه اسمه كذب وافتراء على مؤمنة. ولولا رحمة رب العالمين بالناس فكان لازم يعذبهم عذاب عظيم بالدنيا وبالآخرة. ايه لازم نفهم معناته لهالكلام، وانه ما بيصير الافتراء على الناس، مو هيك يا ستات؟ شوفي شو بدكن هلا؟ يعني شو بده يكون؟ ما عم نقدر نقعد من الزعل، فقلنا منجي لعندك ومنستنى خبر. نحن مصيبتنا وحدة ومنوقف جنب بعض. أنا ما بدي حدا يوقف جنبي، روحوا على بيتكن. علي طول بالك شوي، بعدين بهيك وقت ما لازم يكون في زعل، ما بصير تتصرف بهي الطريقة، عيب عليك. وهن في عندن حدا ضايع، يعني مثل مو انت اكل هم امك، هنن كمان اكلين هم سليم. لازم نكون ايد وحده، وبس يجينا خبر ساعتها ببين كل شيء. تفضلوا فوتوا. يلا عفوا، ممكن احكي تليفون ضروري لو سمحت؟ طول بالك. طبعا بدي اخبر ابني اني هون. اهدى اتركني اتركني. لك بعيد تعال. لك اتركوني. اخ انا بدي اشوف ابني يا اخي. اهدى عم اقول لك اتركوني، مرتي ما فوتتني على البيت. اهدى يا اخي، انا بس كنت بدي اشوف ابني وبس. شو صار لك؟ فرجيني، اسمح لي اشوفها بس. وضعه مو منيح بنوب، إذا ما نظفناها بسرعة أكيد رح تلتهب. رأفت مبين لحد هلأ، لازم نحن نلاقيه هو وغمزة يا سارة. لا، أول شي بدك تروح على المشفى. أستاذ سليم ما بصير تترك إيدك بدون علاج، ممكن تصيبك غرغرينا لا سمح الله. بس أستاذ سليم ليك، إذا ما رحنا على المشفى دغري جرحك رح يصير أسوأ، وما بيعود فيك تفيد رأفت بشي. يلا امشي لو سمحت، لا تكابر على حالك. طيب علي، مو مبين انه منيح كتير، وشه مصفر. يمكن لا اكل ولا شرب من الزعل. هاجر ما اكل شي من مبارح؟ ايه من مبارح المسا ما اكل شي، قال انه ما بده. معقول هالحكي؟ انا هلا بساوي له شوربه لانه لازم ياكل، ما بيصير يضل هيك. ما بدي، مالي جوعان. ما بدي اعتراض بنوب، هلا امك بتجي وبتزعل منا لانه تركناك جوعان. بتعرف إنه اختفاء سليم وأمك خلانا نقلق عليهم؟ يعني الإنسان بيخطر بباله شغلات سيئة. كيف يعني؟ لوين بدك تصلي بهالحكي؟ يعني ممكن يكون أبوك إجا لهون وقرر يأذيهم اتنيناتهم. ما عم بيخطر ببالي غير هيك، يعني
ليش لا يختفوا هنن الاثنين سوا بهالطريقة؟ قصدي هالشغلة غريبة مو هيك؟ أستاذ سليم بعرف إنك موجوع بس تحمل رح نصل. هلأ بحاكي علي من المستشفى بس نوصل. ما في داعي للمشفى يا سارة. أخي من بعد إذنك وقفنا. احكي أنت مع علي وأنا رح خبر أهلي كمان. حاج تسألي هالأسئلة؟ قلت لك ما بعرف. مفكرة ما اتصلت فيه من شانون؟ تليفونه خارج التغطية. يا الله اثنيناتهم اختفوا. خلص حبيبي اهدى. علي كمان أسيل متضايقة مثلك. خلص بقى روق. ألو أمي كيفك؟ وينك أنت؟ بخير؟ كيفه سليم؟ وينهن هلأ؟ طيب أمي جاي بسرعة. بأي مشفى؟ قلت مشفى؟ سليم شو صاير له؟ يلا يلا خلينا نطلع. إن شاء الله خير يا رب. ألو نعم شكرا خانو. عثمان أفندي تعال على البيت بسرعة. سليم اتصل قال هو منيح. ألف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله الله حملنا ابننا. شكرا خانو. يلا جاي. شو رح يسألوني بالمقابلة؟ بظن أنه أنت بتعرف. يعني عطيني أمثلة. كل الأمور صارت معي بسرعة وما لقيت فرصة أدرس. رأفت هلأ إذا أنا قلت لك الأسئلة منكون عم نغش مو هيك؟ وأصلاً هن بغيروا الأسئلة كل كم يوم. لا أنا مو قصدي غش أبداً. قصدي شو نمط الأسئلة؟ يعني ثقافة عامة ولا امتحان مثل العادة؟ ثقافة عامة. ثقافة عامة رأفت. وإنت كمان لا تحط ببالك هالأمور وتتوتر. متأكد إنه رح تكون ناجح. صحيح. وإنت رح تجي على المقابلة ما؟ يعني رح تركب بالباخرة؟ غمزة قلت لك رح نروح سوا. طيب هذا اللقاء وين رح يكون؟ لأنه رحت أنا وأبي كذا مرة يعني بعرف بالأماكن هنيك. شايفك متوترة أكثر من رأفت. خلص لما نروح رح تعرفي وين. وينهم هدول؟ داخل من الانتظار. خلص أخي لا تنق بدنا نستنى. بس يتصلوا ويسألوك قلهم داخل. إيه ها إجوا. ألو سيد سونار. مش الحال الطلاب صاروا عنا. أخي أحمد في شي مهم. أنا ما عم بقدر أوصل لرأفت وتليفوناتنا مو معنا. لا والله أنا ماني حافظ رقمه بنوب. لا تاكلي هم جرحه مانو سيء. أنا بس عملت له ضماد. أخي أحمد بعزبك إذا رحت لبيت رأفت. راوية بتكون رجعت على البيت. وإذا ما كانت بالبيت فهي بالمدرسة. يا ريت تروح وتشوفها. تعالي بسرعة في حادث سير ثلاث أشخاص. يلا جاية معك. مثل ما قلت لك جوزك ما فيه شيء. طمني يا أنسة. هو مو جوزي. قالوا جرحك مو سيء والممرضة هلأ بترجع. نحن عم نضيع وقتنا هون يا سارة. لازم نوصل لرأفة بسرعة. بس قالوا نعم. طيب
ايه فهمت. ونحن هلأ قايمين. طيب مفهوم. رح نروح؟ يلا رأفت قوم. بس كنت نسيان وراء. منيح حير فيه إجابنا ياهم. يسلم هاليدين. يلا خلونا نقوم. أنا كنت بدي أسألك النتائج رح تبين اليوم؟ طبعا رأفت طبعا. يلا. طيب بلا ما أجي أنا. غمزي ميرال أسيل، شو صار؟ مين اللي خبركن؟ علي، ألف الحمد لله على سلامتها لأمك يا ابني. شكراً عمو عثمان. ابني، من كتر خالتك شكراً ما نقلقاني ما فهمتني شو بو سليم. أنت عرفت؟ أمي قالت لي إنه طلعوا من المخفر وما في شي خطير أبداً، وما بعرف أكثر من هيك عمو عثمان. يلا لشوف، هلأ منفوت ومنعرف شو صار معنا. يلا عثمان أفندي يلا، هلأ مو وقت الحكي أبداً. استغفر الله. ما فيني استنى أكثر يا سارة، أنا لازم روح. هلأ بتجي الممرضة، خلينا نستنى بس شوي. يا سارة أنا ما بقدر أفكر بحالي هلأ، وما كان لازم أساساً نجي لهون، لازم أطلع بسرعة ولاقي رأفت وغمزة. طيب ماشي، معناتها تعا خليني غطي لك الجرح وبعدين منروح بسرعة، شو رأيك؟ لو سمحت. يلا. أنا آسفة. وقت شفتك وقع بهذيك الحفرة خفت عليك كتير. أنا ماني من اللي بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، بس أنا لما شفتك وقعتي وقتها بصراحة فكرتك متي، وصرت أقول لحالي يا ترى أنا مو كان لازم إلا الشي اللي بقلبي لسارة؟ يعني بصراحة سليم أمي